الفرق بين تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي الكثيف DWDM والنقل المايكروي؟ ما هي إمكانيات النطاق الترددي لكل تقنية وتداعيات التكلفة وسيناريوهات النشر المثالية؟ اكتشف ذلك في الفيديو التالي وقم بالإعجاب والمشاركة والاشتراك للتعمق أكثر في حالات استخدام كل تقنية واكتشاف كيفية الاستفادة منها لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الشبكة. نتكلم يا جماعة شوية هيك في موضوع الابليكيشن واليوز كيسز العالمية، تمام؟ خلينا هيك ندردش شوية. طيب في اي دومين حابين نتكلم؟ وايرلس ولا اوبتيكال ولا مايكروويف؟ يوز كيسز، في شيء في الاتصالات، في شيء اسمه بيست براكتكس ويوز كيسز، تمام؟ وفي شيء اسمه بزنس نيدز او بزنس نيدز او بزنس يوز، تمام؟ وفي شيء اسمه انترناشونال ستاندرد. اوكي طيب، مين بعرف يفرق لي ما بين اليوز كيسز والبيست براكتكس والانترناشونال ستاندردز؟ يعني لما اجي انا بدي ابني نتورك، ايش الاشي اللي بخليني اختار ماشي دي دبليو دي ام ما اختار مايكروويف؟ شو الاشي اللي بغض النظر على الريكويرمنت، تمام؟ لو فرضنا انه الريكويرمنت بتوجهني على دي دبليو دي ام، لو فرضنا، تمام؟ مثلا ولو نفرض انه مش الترافيك هو المشكله عندي، يعني خلينا نقول انه الترافيك هو مثلا 10 جيجا بس، انا لما عملت دراسه، تمام، لقيت انه هو دي دبليو دي ام مناسب. ايش هو الاشي 10 جيجا؟ ايش هو الاشي اللي بيخليني اقول 10 جيجا اروح دي دبليو دي ام ولا اروح مايكروويف ولا اروح اي شيء ثاني؟ في ثلاث اشياء رئيسيه، في شيء اسمه يوز كيسز، وفي شيء اسمه بيست براكتكس، وفي شيء اسمه ستاندردز، تمام؟ مين بيقدر يحرف لي او مين او اللي سمعت هاي الامور مين بيقدر، خلينا نقول بس هيك يعطينا بشكل عام، ترى مش شرط بشكل تفصيلي، انا حاعطيكم اياه. مين بيقدر يقول لي بشكل عام ايش الفرق بين اليوز كيس بيست براكتكس والانترناشونال ستاندردز؟ يلا يا جماعه محتاجين تفاعل عشان يكون لنا نفس عشان ايش فين هون الديليت هذا الجهاز انا مو مره استخدمه بس كنترول اي يلا يا جماعة المحاربين القدامى، الناس اللي عندهم خبرات كبيرة، يلا يا مهندس كيف؟ يا هلا والله والله عرفت غير الطخ علينا، أنا طخيت عليكم وخلاص انتهى الموضوع، من تعال بي الله يعطيك العافية. شو الفرق يا علي يا سوري بدر ما بين اليوز كيس، تمام، نأخذهم واحدة واحدة. مشكلة أنا هذا الماي. اليوز كيس مهندس اللي هي تقارب ال requirement تبعك، يعني أنت شو بدك؟ حلو، واحدة واحدة خلينا بس كل سنة شوي، وين تعريض الخط؟ هيك نعمله عريض، تمام. وعنا عنا البست براكتس وعنا الستاندردز. الستاندرد هلا البست براكتس اللي يكون ناس عاملها قبلك وفي عليها ستاندرد، زي اللي هي الايتل، ممكن تاخذها من الايتل شو بتحكي لك مشان تنفذ شيء زي هذا اللي انت بدك اياه. من ايش؟ من الايتل مثلا، من اي شيء حدا ستاندرد كان مشتغله نفس الشيء اللي انت بدك اياه مطبق ومنفذ بطريقه معينه وناجحه. طيب يوز كيس ايش انت حكيت؟ حكيت ريكويرمنت صح؟ تقريبا ريكويرمنت تبعك. ممتاز. والبيست براكتكس اللي هو الهيستوري انفورميشن، الناس يعني حدا مشتغل زي اللي انت بدك اياه ونجح فيه بطريقه معينه، يعني في رود ماب تمشي عليها انت ما تبلش من الصفر. ممتاز حلو. هيستوريكال انفورميشن خلينا نقول بناء على مش المكان اللي انت فيه، بناء على الاذرز، تمام. بالضبط. الستاندرد هذا إشي بيكون فت، يعني معمول خلينا نحكي بطريقة معينة وأنت ممكن تعمله كاستمايز اللي يناسبك، بس هو خلاص زي الـ ERP systems مثلا، يجي بطريقة معينة خلاص ثابت على أي مكان أنت بتنفذ فيه العمل، وإن احتاجت بتعمله كاستمايز اللي يناسبك. طيب عندنا إيش؟ في الكوميونيكيشن عندنا IEEE، عندنا ITU standards، عندنا IEEE، عندنا 3GPP standard، صح ولا لا؟ بالضبط. الان 3GPP ستاندرد او الاي تي يو او الستاندرد بشكل عام اللي هي بتحكم لك التكنولوجي اللي انت مستخدمه، تمام. يعني لما اجي اقول لك او تي يو
فانا الاوتيو لازم يكون شكله هيك 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 هيك, هيك. لما اقول لك بروتكشن فالبروتكشن لازم يكون شغله هيك هيك هيك, هيك. لما اقول لك فريكوانسي لازم الباند يكون هيك هيك هيك, هيك. فالستاندردز مينلي بعد ما نحدد السوليوشن والتكنولوجي بنتكلم على الستاندردز. بناء على الستاندردز عندنا 1 2 3 4 5 والله في فيندور مش ماشي على الستاندرد او عنده شيء جديد, والله يا حبيبي هاي مش ازبير ستاندردز او مش ازبير ستاندرد, هاي لسه هاي نوت ستاندرايزد, يعني لسه ما تعمل لها ستاندرايزيشن. فانا عندي مشكله بكره في المستقبل الانتجريشن او خلينا نقول الابجريد تبعها ممكن يكون في مشكله. تمام, فعندنا في كثير تطوير من الفيندورز هم بيعملوا لحاله, هو بيعملوا لحاله. يعني مثلا بتلاقي مثلا اكس من الفيندورز عامل إشي جديد, تمام, مش هيز نوت فولوينج, يعني مش زي الماركت, مش زي الستاندردز. فهاي الاشياء بعض المرات تكون مفيده بعض المرات تكون مش مفيده, فانت لازم تنظر عليها بالنظره الصحيحه. هل هو هذا صح؟ يعني مثلا على سبيل المثال في الـ في الـ في الـ في الدي دبليو دي ام مثلا في عندنا ال 1.6 تيرا كارد, تمام. هسه ال 1.6 هل هي اي تي يو ستاندرد؟ لا مش اي تي يو ستاندرد. طب هل هي ممكن تكون اي تي يو ستاندرد في المستقبل؟ ممكن, بس حاليا في الوضع الحالي هي مش ستاندرد. يعني الاي تي يو لما تدخل تنفضها كلها ما بتلاقي الشانل 1.6 مثلا, تمام. لما تيجي تتكلم على مثلا الزد ار تكنولوجي, تمام, زد ار تكنولوجي هي ستاندرد, بس هل هي اي تي يو ستاندرد؟ هي وان اورجانيزيشن عملتها, او خلينا نقول ناس اشتغلوا عليها وحطوا عليها ستاندرد, تمام. هي زي الاي بي اوفر دبليو دي ام بس مش اي بي اوفر دبليو دي ام, تمام. هاي النقاط كلها لازم تكونوا انتم فاهمينها. طب هل هي سيئه ولا كويسه؟ حسب النيدز تبعتك, تمام, حسب اللي انت ايش مخطط. والله انا مخطط للمشروع, انا محتاج فقط في هاي الريكويرمنت. هل في عندك اكسبانشن؟ هل في عندك بكره مثلا ابجريد؟ هل انت حتحتاج تعمل انتجريشن ما بين اذرز؟ دائما لما يكون في انتجريشن ما بين اذرز لازم ندور على ستاندردز, لازم يكون انت يو ار فولوينج الستاندردز, تمام. طيب حلو ممتاز. طيب البيست براكتكس حكى بدر ان هي هيستوريكال, تمام. ايش يعني هيستوريكال؟ او خلينا نقول شيء موجود, تمام, ناس غيرك طبقوه وماشي. يعني لما نتكلم مثلا على النتورك, تمام, انا والله بدي محتاج اوزع عندي شبكه او عندي ثروبوت عالي جدا, تمام, ومحتاج اشغله اوزعه على مستوى مثلا الدوله اللي انا فيها. ففي عندنا بيست براكتكس, بروح انا مثلا في الاوبريتور اكس اللي موجود قبلي بشوف هو ايش مشتغل. والله مشتغل دي دبليو دي ام, حلو, تشيك, هذا دي دبليو دي ام. الاوبريتور الفلاني مشتغل دي دبليو دي ام, تشيك, مشتغل دي دبليو دي ام. اذا انا اوبريتور, طب اذا انا مش اوبريتور, تمام, بحاول اقرب على الاشي اللي شبيه فيه. فانا مثلا فعليا سبيشال اورجانيزيشن, بروح بشوف السبيشال اورجانيزيشن اللي عندي ايش السوليوشن اللي مستخدمينها وايش النتورك اللي مستخدمينها. والله مستخدمين مثلا اكس, مستخدمين مايكرويف. فالبيست براكتكس عندي انا كمايكرويف وبستخدم مايكرويف نتورك, تمام. وهي على فكره يا جماعه هي ريفرنس, يعني انت فعليا لما تتكلم مع الهاي مانجمنت المفروض ما تقول انا بناء على رايي. انت مين؟ مين رايك؟ تمام, معلش احنا محترمين الاكسبيرينس تبعتك والكابابيلتي تبعتك, بس لازم يكون بيست براكتكس كلمه تاخذ فيها بعين الاعتبار وتجيب الريفرنس, جيب الريفرنس تبعتك. والله عندنا مثلا اوبريتور في مثلا انا رايح عند اوبريتور قلت له بدي ابني لك شبكه تستوعب لك سرعات عاليه, حيجي يقول لي طيب ليش اخترت دي دبليو دي ام؟ حقول له والله عندك اوبريتور اكس في الدوله المعينه مستخدم دي دبليو دي ام, والاوبريتور واي مستخدم دي دبليو دي ام, اوبريتور زد مستخدم دي دبليو دي ام, اوبريتور دبليو مستخدم مايكرويف. بس احنا از بير البيست براكتكس الدي دبليو دي ام هو اللي حينفذ لك الريكويرمنت تبعتك, تمام. طيب نيجي على موضوع اليوز كيسز او الريكويرمنت بشكل عام. ايش هو اليوز كيسز؟ اليوز كيسز انه انت فعليا ايش الشيء اللي موجود عندك, تمام. اليوز كيسز يا جماعه هو فعليا ايش الاشياء اللي موجوده عندك. يعني انت فعليا مثلا على سبيل المثال والله انا بدي اشغل مثلا اوتو درايفنج سيستم, تمام. اوتو درايفنج سيستم ايش محتاج؟ محتاج ايش؟ محتاج لو ليتنسي مثلا, تمام. طيب اليوز كيسز تبعت اللو ليتنسي بتقول لك انت فعليا محتاج 5G, محتاج DWDM, في DWDM محتاج OTN علشان موضوع الفيرتشواليزيشن واللو ليتنسي, تمام. فبناء على هاي اليوز كيسز بتختار في الترانزميشن انك تستخدم دي دبليو دي ام, وفي الاكسس تستخدم ال 5G, تمام. طيب خلينا نشوفها مع بعض عشان نفهمها بشكل اوضح, تمام. انا هسه بنطلع وعلى فكره هي موجوده ايفري وير, يعني انا بقدر اطلعها من جوجل. من وين؟ من جوجل. انا اكتب جوجل, تمام, ادخل نشوف ايش جوجل يدور على جوجل. لو فرضنا
5G use cases. ودائما دوروا على الشركات العالمية. تمام؟ شوفوا الشركات العالمية اللي بتعمل الماركت ستدي، تمام؟ تكنيكال كومباني بتقول لك ايش هي اليوز كيسز، الاشي اللي انت بدك اياه. تمام؟ التوب 5G مثلا يوز كيسز بعض المرات تلاقيها عند الفندورز، بعض المرات تلاقيها عند شركات ستديز، تمام، عالمية، اوكي، بتعمل لك اليوز كيسز وبتطلع لك اياه. يعني تيك تارجت برضو من الشركات اللي بتعمل ريسيرش وبتطلع لك اليوز كيسز. تمام. ايش بقول لك؟ بقول لك ايش ال 5G يوز كيسز. 5G consumer latest ايش latest 5G customer discover. ايوه مقسم لك اياها for network, for business, for consumer, rated 5G use cases, discover the power of 5G. افتح انا اول شيء بقول لك، بقول لك ايش اليوز كيس تبعت ال 5G. عندك الاي او تي، برود باند لينك، موبايل سيرفيس، كونكتيفيتي فور ايج كومبيوتينج، تمام، انليشينج اي اي، بريسيف جيمينج اند فيرتشوال رياليتي، تمام، الاشياء اللي تكلمنا عليها، الهيلث كير، تمام، تكلمنا على تطبيقات ال 5G، تمام. فانت فعليا اوكي لما تيجي بدك تشتغل او تقرر تكنولوجي، لو لقيت مثلا مانيفاكتشرنج انت فعليا بدك تقدم السيرفيس هاي للمانيفاك او الاوبريتور بيهتم كثير بالمانيفاكتشرنج، فانت بتقول له والله از بير اليوز كيسز مانيفاكتشرنج، تمام، فال 5G از ذا بيست سوليوشن فور يو. اوكي، هذا يعني هاي لغه في الحوار بتخليك لما تتكلم بقلب قوي، مش تتكلم لانه انت رايك مين انت. هتلاقي 7 توب 5G انتربرايز يوز كيسز، تمام، فيكست وايرلس، الناس اللي بيبيعوا الراوتر، هيلث سيكتور، ال 5G حيساعد في الهيلث سيكتور بشكل جدا كبير، تمام، اللي حكينا عنه، سنسور بيست سيستم، تمام، اللي هو المانيفاكتشرنج، اوكي، نتورك ايدج، يعني اذا انت تشتغل على الايدج نتورك او نتورك ايدج في اطراف الشبكه، فال 5G هو افضل شيء عشان يعطيك النتورك اللي بدك اياها، از اس دي 1 اند ورك فروم هوم بوشت the network edge in the new direction 5G. يعني يقول لك لأنه حاليا الـ SD-WAN قاعد ينتشر بشكل جدا كبير والشغل من البيت قاعد يكبر، فالـ edge network وموضوع الـ upgrade الـ edge network الأفضل فيها 5G، تمام، remote device، اوكي، AI AR. فأنا فعليا عندي الـ availability 99.999. يقول لك predicted prediction control of remote device become more reality as 5G 99.999 availability، يعني 5 دقائق في السنة فقط هي بصير في عليها داون، تمام، and massive bandwidth enabling remote control equipment. فموضوع remote devices and AI أو AR AR MR VR اللي تكلمنا عليهم، فبقول لك 5G هي تطبيقات إليها، تمام، automotive industry، تمام. فهاي النقاط مثلا اللي بتخليك تشتغل، او خلينا نقول بتخليك تقرر التكنولوجي اللي انت بدك تستخدمها. انت ما بتستخدم التكنولوجي لانه مهندس ابراهيم قال لنا التكنولوجي هي 5 دبليو دي ام، خلاص احنا نستخدم دبليو دي ام. لا، انا اعطيتكم الاشياء اللي بناء على الاستديز اللي انا عملتها، فانت المكان اللي انت فيه احتمال يكون متغير، يعني احتمال تكون البيست براكتكس مايكرويف، تمام. فعشان هيك بقول لكم دائما لازم تدرسوا بالضبط الريكويرمنت تبعت الاند يوزر، ايش الافضل تصميم يحل هاي المشكله باقل التكاليف، تمام. لازم تضمن انه اقل التكاليف مش هو الفارق معاهم. اذا كان الاند يوزر هو بهمه التكلفه، تمام، وهو قال لك انا اهم شيء عندي التكلفه، وقتها بتتكلم على السوليوشن، على الديزاين وعلى السوليوشن سيمبل. بس اذا قال لك لا انا فعليا اهم شيء تحقق الريكويرمنت تبعتي، انت فعليا لازم تشتغل على هذا الموضوع، تمام. اي او تي 5G اي او تي ابلكيشن اند يوز كيسز اي ام بي بي و ار ال سي ام ام تي سي، هاي الامور اللي شرحناها في الكورس اللي هو السيتيز انفراستراكشر اند ترافيك مانجمنت، موضوع التحكم بالترافيك او
السيارات والمشي، اندستري، اندستريال اوتوميشن، مانيفاكتشرر، اي ار اند في ار، تمام، درونز، تمام، حكينا عن موضوع الدرونز وال 10 جيجا بت بير سكند سبيد، تمام، ماسيف اي او تي يوز كيسز فور 5 جي. فبدكم دائما دائما يعني لما تيجي تدرسوا او لما تيجي تعطوا قرار بدكم تعطوا قرار عليه، تمام. ممكن تحطوا مثلا الاو تي ان يوز كيسز، او مثلا الاو تي ان يوز كيسز مثلا تلاقي فور يوز كيسز فور اوبتيكال فاندمنتال دوت اورك. يعني هاي سيالنا اي دبليو دي ام فيندور، تمام. وهذا ريسيرش من يعني من شركه كونسلتيشن او تي ان. فهون بقول لك ايش بقول لك، بقول لك اليوز كيسز للفوتونيك، تمام، فوتونيك انتربرايز نتورك، تمام، كلام انفايرمنتال اوبريشن بروفيجن ريكفري مونيتورينج نتورك انفنتوري، تمام، اليوز كيسز كارير ايثرنت نتورك فيرتشواليزيشن. يعني بقول لك الاو تي ان جود فور فيرتشواليزيشن، تمام، ايثرنت نتورك فيرتشواليزيشن. يعني اذا انت فعليا بدك تعمل فيرتشواليزيشن وتعمل سيبريشن لكل يوزر، فالافضل انك تستخدم الاو تي ان، تمام. ليش؟ لان الاو تي ان بيعمل لك لايرز في النتورك، انت تقدر تشغل 10 جي على 100 جي او سي اتش، وبعدين لما تنتقل للسايت اللي بعده تضيف عليها 1 جي، وبعدين تضيف عليها 1 جي، وبعدين تضيف عليها 1 جي. فاذا كان في عندك كارير، تمام، فيرتشواليزيشن محتاجها، فالاو تي ان هي افضل شيء لك، تمام. ليش؟ لانه خلينا نقول المشكله في يعني الاي بي ممكن يعملها، بس ايش الفرق بين الاو تي ان والاي بي؟ الاي بي بيعملها بس بيعملها فيرتشوالايز از فيرتشواليزيشن از مش شانل، تمام، في لانز، تمام. بينما الاو تي ان بيعمل لك الفيرتشواليزيشن سكيورد، اوكي، يعني انت فعليا ما بتقدر تدخل على اي ترافيك ما لك علاقه فيه، تمام. بينما الاي بي هو بيعطي فيلانز، وكل واحد باخذ الفيلان تبعه، بناء على الفيلان تبعه هو بيقرر هو شغال على الترافيك تبعته ولا لا. بس انت فعليا في الاول والاخير هتبعت له كل الترافيك، تمام. فواحده من مزايا الاو تي ان انه بيعمل لك يعني هارد فيرتشواليزيشن او فيرتشواليزيشن، يس، فيجواليزيشن وفيرتشواليزيشن، اوكي. يعني مثلا عندنا، مثلا ايش كمان عندنا في اليوز كيسز؟ مثلا عندنا اليوز كيس الثالثه اللي هي اوبتيكال نتورك سيرفيس بروفايدر داتا سنترز، تمام. وطبعا حتلاقي انه فعليا في يوز كيسز في اذر تكنولوجي على نفس الموضوع عادي. يعني ممكن تلاقي مثلا على سبيل المثال لما اروح على الاي بي اوفر دبليو دي ام يقول لك الاي بي اوفر دبليو دي ام سيرفيس بيست، خلينا نقول يوز كيس تبعته للداتا سنتر، تمام. لان انا مش، لان انا فعليا بين داتا سنتر داتا سنتر ما بحتاج هاي، خلينا نقول بحتاج هاي ترافيك، وانا اوريدي عندي فايبر كيبل كونكتد. بس في فرق بين لما اقول سيرفيس بروفايدر داتا سنتر انتر كونكشن، ولما اجي اقول داتا سنتر انتر كونكشن. طب ليش ابراهيم بيفرقوا؟ لانه داتا سنتر انتر كونكشن، تمام، ماكسيمم ممكن تروح 400 جيجا بت بير سكند، تمام، وممكن استخدم الاي بي اوفر دبليو دي ام زد ار بلس واقدر اشتغلها. بينما اذا كانت خلينا نقول سيرفيس بروفايدر، انا فعلياته الداتا سنتر عندي كونكتد على مسافات جدا ضخمه ومسافات جدا بعيده، تمام. فانا ال 400 جيجا هاي اللي بقول لك عليها على كم مسافه؟ مسافه 100 كيلومتر، تمام. باني عندي تو داتا سنتر بدي اشبكهم في بعض، ممكن استخدم الاي بي اوفر دبليو دي ام، وهم قراب من بعض، مسافه بينهم 50 كيلومتر 40 كيلومتر، اوكي، فاستخدم الاي بي اوفر دبليو دي ام. بس بينما لما اجي اقول لك على المسافات البعيده جدا، فالاو تي ان هي الافضل، لان انت فعليا محتاج، انت مش عارف اول ايش الترافيك اللي انت محتاجه بين كل منطقه ومنطقه، ثاني ايش انت محتاج هاي ديستانس، فهاي ديستانس لازم تدخل الفوتونيك دي دبليو دي ام. ولما تدخل الفوتونيك دي دبليو دي ام عشان تعمل عليها مونيتورين كامله، بدك تدخل الكتريكال دي دبليو دي ام، والالكتريكال دي دبليو دي ام معناته ان انت محتاج الاو تي ان، تمام. طب والله ابراهيم بديش الاو تي ان، بدي الماكس بوندر، تمام، او الترانسبوندر، اوكي، ما بدي اعمل سبليتنج للسيرفيس والى اخره، اتس اوكي، بتقدر تعملها. بس ايش المشكله وقتها؟ المشكله وقتها انت فعليا ما حيكون في عندك فلكسبيليتي عالي، تمام، لانك انت الداتا سنتر لازم تقرر من دي نمبر 1 ايش الكارت اللي بدك اياه، تمام. فانا لو بدي استخدم الاو تي ان ممكن استخدم له في اول يوم 1 جيجا، وبعدين اضيف كارت 10 جيجا، وبعدين اعمل كروس كونكت واطلعها على اللاين.
وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.